نروح لأمر تاني الحقيقة بيؤرق العالم، وهو ما يحدث من تداعيات لفيروس كورونا والأمور اللي عمالة تطلع كل يوم والتاني، وخصوصا من الهند. سمعنا عن الفطر الأسود، سمعنا اللي بيصيب الغشاء المخاطي وبيصيب العين والوش، وبسببه بيتم انتزاع أجزاء من بيتم انتزاع العين أو أجزاء من الوجه. ويعني في صور هنا، بس بنرجو يعني حضراتكم يعني صور قد يكون فيها بعض المشاهد الصادمة لهذا المرض أو هذا الفطر اللي بيصيب العين جراء كورونا، اللي طبعا مرتبط بأدوية الكورتيزون العالية اللي بتتاخد، الجرعات الطائشة زي ما بيسموها، أو بمرض السكر واللي بيؤدي إلى مضاعفات. شفنا الفطر الأسود، سمعنا بعدها من يومين ثلاثة عن ما يسمى بالفطر الأبيض. النهاردة المصادر العلمية والوكالات الأنباء العالمية بتتكلم عن الفطر الأصفر. إيه الحكاية؟ إيه حكاية الفطريات دي؟ أسود أبيض أصفر. تعالوا نفهم إيه القصة بالضبط من ضيفنا عبر سكايب، دكتور أحمد العطافي، أستاذ الميكروبيولوجي الحيوية في الهند. دكتور أحمد مساء الخير، أهلا بحضرتك. مساء الخير أستاذ عمرو لحضرتك ومشاهدين قناتك المحترمين. أهلا بكم. إيه حكاية هذه الفطريات الأسود ثم الأبيض، واليوم نتحدث على نتحدث عن الفطر الأصفر؟ نعم، بالحقيقة للتوضيح للمشاهدين وللمستمعين الكرام، أنه الفطريات هي موجودة كمستعمرات وتراكمات البكتيريا والفطريات، موجودة في البيئة، موجودة حوالينا، يعني تشكل حوالي 1,600,000 نوع، لكن الضار واللي ينتقل من عندها للإنسان هو 400 نوع. من بين هذه الفطريات الـ400، 100 نوع تسمى الفطريات الانتهازية. هذه الفطريات الانتهازية وظيفتها أنه تنشط لما تضعف مناعة أي شخص أو أي إنسان أو أي كائن حي، فتوجد لها بيئة تدخل لها. اللي موجود الفطريات اللي يعني اللي حتى نميز انه مرض كورونا هو بالاساس ادى الى ضعف المناعه للعديد من الاشخاص. هذه نقطه كبيره. صحيح. فهذه الفطريات يعني بلشت توجد نفسها وتعبر عن نفسها في من خلال تواجدها في الاشخاص هم ضعيفين المناعه، هاي بصوره عامه. اما لو نجي نفصل الان يعني مراحل الفطريات اللي ظهرت في الهند، نتكلم على الحالات القريبه، يعني الفطر الاسود هو اول بلشت اعراضه بالهند للمصابين بمرض كورونا في اليوم الـ12 واليوم الـ14 من التعافي. طبعا هناك دراسات كثيره، راسا المختصين بلشوا يدرسون شنو الاسباب. وجدوا الاسباب انه من اول الاسباب هي انه اغلب المصابين هم مرضى السكري، المصابين بداء السكري. وكذلك وجدوا انه الاسترويدات اللي اعطوها للمرضى بصوره كبيره لها تاثير سلبي على المناعة المريض. هل الكورتيزون الجرعات الطائشة زي ما وصفوها قد تكون سبب في ظهور الفطر الأسود بعد التعافي؟ نعم، فيما يخص على الأغلب ذوي المناعة الضعيفة من اللي يعني الأشخاص اللي يعانون من الأمراض المزمنة في المرض السكري، وبعض الأشخاص اللي عاملين زراعة كبد أو زراعة كلى أو فشل في القلب، هذه الأمراض هم الأكثر عرضة. ايضا الانتيبايتك اللي اعطوا كميات كبيره من الانتيبايتك للمرضى سوت خلل بالتوازن يعني بالتوازن الصحي للمريض. طيب دكتور عطافي، عذرا للمقاطعه، لماذا ظهرت هذه الفطريات بهذا الشكل في الهند مع هذه الحالات اللي حضرتك يعني تفضلت بذكرها، ولم تظهر في دول تانية بهذا الشكل؟ يعني ليه تحديدا الهند؟ وقد يكون هناك اشخاص اخذوا بيعانوا من سكر او امراض في الكلى او في الكبد او ما الى ذلك، او نقص مناعه، واخذوا كورتيزون واخذوا جرعات مثلا زياده، او خضعوا بنفس البروتوكول العلاج، ولكن لم يظهر عليهم فطر اسود او فطر ابيض او اصفر. ليه ظهر في الهند بس؟ نعم، الهند بسبب انه بالنسبه للحالات اللي ظهرت، هي ظهرت في اغلب الاماكن الزراعيه واماكن اللي بيها تلوث عالي ورطوبه عاليه. احنا يعني صنفنا انه هذه الفطريات تتواجد في المناطق ذات البيئه الرطبه
والبيئة الملوثة، ويعني تتمحور مع البيئة وتتداخل مع فضلات الحيوانات، فهذه كلها مسببات لنشاط لانتقال الفطريات دي. النشاط. نعم. طيب دكتور، العلاج بقى بيبقى ازاي؟ يعني لو حد حضرتك ذكرت بعد اليوم ال 12 تقريبا من التعافي من كورونا تبتدي يظهر هذا العفن او الفطر الاسود او الابيض او الاصفر على الغشاء المخاطي للمريض. طيب فكره العلاج، يعني الصور والمشاهد اللي شفناها بيبقى استئصال لاجزاء من الوجه، استئصال للعين، وشفنا صور ناس وشها متغطي، فهل دي الطريقه الوحيده للتعامل في حال ظهور الفطريات؟ طبعا الطرق مختلفة. الطريقة الأولى هي للفطر الأسود، لأن يعني الفطر الأسود سجل أكثر إصابات، سجل حوالي 9000 إصابة، نصف هذا العدد هم توفوا. أما اتوفوا بسبب تداعيات الفطر الأسود؟ نعم، بسبب الفطر الأسود. يعني وصلوا للمستشفيات يعني بأوقات متأخرة، لأنه ما اكتشفوا مبكر. يعني هو مصاب أصلا من كورونا، لما يرجع لما يتعرض الأعراض، تجي الأعراض نفسها أعراض مرض الكورونا، حمى وسعال وضيق نفس، فيعملوا له الفحص الأولي، فحص التيست اللي نسويه بالبي سي آر، فحص الكورونا، يطلع أنه هو ما مصاب بالضبط. فلذلك يلتجؤون للمرحلة الثانية من الفحص، واللي هي باستخدام الأشعة السينية وباستخدام جهاز المفراس، يتضح انه اكو مناطق تلف في الرئه، ولذلك يعني بدا يتاكدون انه هذا المريض هو مصاب في مرض الفطر الاسود، فيعطونا الحقن الانفوبي، اللي هي تستخدم لتبطئ، يعني وظيفتها هي تبطئ عمل الفطريات، انتشار الفطريات. لكن في حاله انه لقطع شوف العفو العفن الاسود، او اللي يسمونه مرض الزومبي في الهند، يعني يصيب يوصل للمخ عن طريق العين او طريق الفك، الاغشيه المخاطيه، يقطع، نعم، الاغشيه المخاطيه، حتى يقطع المسار عليه، حتى ما يوصل للدماغ، وحتى لا، فيلتجون الاطباء الى الاستئصال 60% من المرضى. طب هو معدي يا دكتور عطافي؟ نعم معدي؟ لم اسمع سؤال. هل هو معدي؟ هل شخص مصاب بالفطر الاسود او الابيض او الاصفر يعدي شخص غير مريض ولم يصاب بالكورونا؟ ابدا. الفطر الاسود ينتقل عن طريق البيئه، وليس ينتقل من شخص الى اخر. اما الفطر الابيض يعود الى عائله الكانديا ديزيز، هذه التراكمات من الفطريات والبكتيريا هي تبدأ على شكل، تبدأ في تحت اللسان، ثم أعلى الفم، وداخل التجويف الأنفي، على يعني يكون شكلها كريمي أو تشبه الجبن. طيب يعني اذا اي حد مصاب او بيتعافى من كورونا لازم يكون في فحص دقيق لنفسه، ياخد باله من اي تغيرات في الاغشيه المخاطيه سواء في العين او في اللسان. واعتقد دي هي النصيحه يعني اللي حضرتك توجهها للناس. انا بشكر سيادتك، شكرا جزيلا، ضيفنا من الهند عبر سكايب دكتور احمد العطافي، استاذ المايكروبيولوجي الحيويه.